خلاص والله العظيم مش هطلب منك اي حاجه تاني. ويعني اعمل شغلك بالطريقه اللي بتعمله بيها او بالطريقه اللي انت بتحبها. ولو عادل ما رضاش يطلعني انا هرفع عليه قضيه خلع. انا اسفه، انا كنت عارفه، انا كنت سخيفه قوي معاك، واكيد انت فهمتني غلط. لا انا فهمتكيش غلط يا هند، مع ان كل حاجه بتحصل ممكن تكون هي فاهمه غلط. انا كدبت عليا لما شفت الاقامه على تليفونك، قلت مستحيل يعمل كده، ده راجل محترم، مستحيل تطلع منه حركه واطيه زي دي. انا محترم غصب عنك. ايه ده بقى عشان اعرف افهمك؟ اهدى زي وانت مستكردني وعمال تستخفي فيا وعمال بقى تطول في الوقت وبتوجه غلط. قول لي بقى يا دكتور يا محترم، حبيتها من كلامي عليها ولا انتوا تعرفوا بعض من الاول ولا ايه؟ بس كمان وهزعلك. بقول لك ايه؟ بس انت دلوقتي انا عرفت انت ليه طالبه الطلاق بالشكل ده؟ عشان البيه. عادل انا ممكن اخرجك هنا من غير كرامتك، كنت عارفني كويس قوي، فتسكت وتهدى وتفهم الموضوع ماشي ازاي، بعد كده هرتب براحتك. انت خدي صاحبتك وامشي دلوقتي، خدي صاحبتك وامشي. يلا يا سيدي. ايه بيبي احنا ولا ايه؟ بس مفيش حاجه يا صاحبي، بس يا ابني انت وهو. ممكن نتكلم بره شويه؟ ممكن؟ خليكم انتوا هنا، محدش يطلع ورايا، محدش يجي ورايا. طبعا يا عادل انا مهما اتكلمت انت مش هتصدق غير اللي عينك شفته جوه. بس اقسم لك بالله، اقسم لك بالله احنا تقابلنا صدفة. انا بعد ما انت جيت لي وحكيت لي قصتك وعرفت ان هي مراتك، انا قررت ان انا ماليش دعوه بالقصه دي. بس هي اللي جت لي وحكيت لي، وانا سمعتها عشان عايز اساعدك انت. عشان كده استحملت اللي انت عملته جوه. لو حد غيرك انا عمري ما كنت هستحمل. بس انا عشان عارف ان انت من الناس ومتربي استحملت. أنا عايز مصلحتك قبل مصلحتها. وبعدين أنا في شغلي ما بهزرش يا عادل. عايز تصدق أصدق، مش عايز تصدق أنت حر. لا طبعًا مش هصدق. وأنت بنفسك قلتها. إزاي أكذب عينيا وأصدق اللي أنت بتقوله يا دكتور؟ خيالكوا باين أوي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.